كفتة الخضار هنعملها ازاي؟ هتبقى عبارة عن بطاطس وجزر وبصل مبشور وبسلة، بطاطس والبسلة مسلوقين، وكمان دي حمص وبابريكا وجرام مسالة وكركم وفلفل حراق وبيض وبقسماط للقلي. اول حاجة هعملها ان انا هحط كده البطاطس وهحط معاها الجزر وهقلبهم كده كويس قوي، وبعدين هحط الفلفل اللي متقطع صغنطط ده مع البصل. البصل المبشور ده بيدي طعم حلو جدا للكفتة دي، لان المية كده بتنزل فبيديله نكهة حلوة قوي. ممكن كمان نحط بودرة ثوم وبصل لو انتوا عايزين. دي الحمص ده هو اللي بيمسك اصلا الكفتة، معاها البابريكا والكركم، ممكن نحطه كده، وكمان معلقة كبيرة من الجرام مسالة، واخر حاجة البسل. هقلبها بقى كويس قوي، طبعا مش عارفين نقلبها بالمعلقة، ممكن نقلبها بايدينا لحد ما تبقى زي العجينة. اعمل بقى البيض ده كده، اتبله كده بفلفل اسود وملح واقلبه. شايفين بقى بقت عاملة ازاي؟ بقت سهلة بقى ان احنا نعملها كور كور كده. بس ونرصها ونحطها في الفريزر نص ساعة. دي كورة، وممكن كمان نعملها على شكل كفتة. عشان تبقوا شايفين دي الكورة ودي الكفتة. تبقى بالمنظر ده، يا ده يا ده. نسيبها بقى في الفريزر على الأقل ساعة، وبعد كده نطلعها. انا طبعا عامله سامبل عشان تبقى جاهزه، عشان لما نقليها ما تفكش. نطلعها نحطها كده في البيض، وبعدين البقسماط،